كان رجع التليفون تاني، مش عايز تبع التليفون. استاذ اشجان البخاري عضو لجنه المراه في نقابه المحامين، حضرتك معانا على التليفون وسامع النقاش الحاد اللي بين فضيله الشيخ واستاذه عبير. اتفضلي معانا. مساء الخير عليكم. مساء النور يا استاذه اشجان. وبحيي ضيوفك الكرام يا استاذه ميار. بخليكي. طبعا انا مش عاجبني كلام، معرفش هو شيخ اصلا ولا مش شيخ، يعني لا لا هو شيخ على كيفها، كل واحد عنده ده. لا 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 اعترف الا بمشايخ الازهر فقط، اما مشايخ الزاويه او لا زاويه ايه يعني خالص. تاني حاجة، عشان احترامي لضيوفنا ده، انت ليه بتقرر ان البنت كل حياتها في ان هي تكتمل جنسيا او تحرم جنسيا او مش عارفة ايه؟ طب ما حضرتك قلت الامهات كل حياتها قلت ليه بتحسي حق البنت؟ والبنت لها حقوق كثيرة جدا منها. طب نسمع استاذة اشجان بيتكلموا عن ايه؟ بيقول لك ان احنا عايزين فلوس مش قادرين ناكلها، فبيبقى ده يعني تشجيع ليهم ان هم يعملوا كده. وما يهمهمش بقى البنت تموت. مين هيرمي بنته؟ مين هيرمي؟ كل ده كذب على فكره وافلام. لا 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 والله بيرمي، كل والله الامر يحاكم ويسجن اذا ما كانش حريص على بنته. انا عايز اسالك فعلا سؤال هام قوي يا استاذ اشجان، هل يعاقب الوالد اذا زوج ابنته الزوج المبكر؟ والدكتور استاذه عبير، اتفضلي من فضلك، انا دقيقتين وماشيه، اتفضلي قاعدين مع بعض، من فضلكم انا هقول لك كلمتين وهمشي. اتفضلي. احتراما للمراه انك ما تبصيهاش من ناحيه الجنسيه بس، وهي اكتملت جنسيا ومحتاجه جنسيا. مين اللي بيعمل كده؟ انت اللي بتتكلمي على كده وبتحقق المراه بدل ما يركزوا على المراه وضعفها وفقرها والاميه اللي هي فيه، مركزين على حقوقها في النقطه دي فقط، هي دي نقطه وكل دي اكاذيب. انت ما بتبصوش للمراه على انها عقل، انت ما بتبصوش للمراه على انها جسم، ما بتبصوش لها على انها عقل. انت بتكذبي يا استاذه اشجان، انت بتكذبي. لا ماشي، انت بتكذبي يا استاذه اشجان. تحمي نفسها ولا عايزها بس تتجوز وهي صغيره عشان تفضل محتاجه؟ انا مش عايز اتجوز وهي صغيره، انا بدافع عن حقها لو هي عايزه. مالكش دعوه بحقها يا حبيبي، هي عارفه حقها كويس قوي. الست البنت خلاص سيبيها براحتها، سيبيها بحريتها وسيبي اهلها هم احرار. 15 سنة عشان الراجل اللي زيكم، الرجال اللي زيكم يتمتعوا بيها. لا انا الحمد لله ما عندناش كده. شوف انت بقى اللي هو الحمل خارج اطار الزواج، شوفي حقوق البنات الحمل خارج اطار الزواج بسبب تاخير الزواج. انتوا لا تحترموا عقل النساء، انتوا لا تحترموا الا اجسادهم بس الانفاس. ده الكلام اللي بتحكي بيه في المؤتمرات على الناس، على اساس ان انت مثلا حامله هم المراه والاسره، والمراه قاعده في الشوارع بتبيع الخضار ومفيش حد بيجي يشوف حقوقها. والله حضرتك انت تطلعي في الاعلام والتلفزيونات عشان تتكلموا على حقوق المراه في البرلمان وغيره، انما حقوق المراه الفقيره الاميه المعيله الضعيفه اللي ملهاش معاشات محدش بيسال عنها. احنا بنعمل جمعيات وبنروح نعطيهم. ما هي بقت معيله منين؟ ما هي عشان اتجوزت بدري وحياتها الزوجيه ممكن تكون خلصت بدري، وبقى اطفال مسؤول عنها طفله. وبعدين خلي بالك الخيالات بتاعه رجال الخليج وجايين يشتروا البنات دي كل دي افلام. لا يا فندم، في قريه بحالها في مصر من غير ذكر اسماء بتبيع البنات. شكرا يا استاذ اشجان. لسه قريب عارفينها وكل الراي العام يعلم عنها ان في اهالي كانت بتبيع اولادها واطفال، ولازم القانون يرضعهم، واحنا دوله مدنيه فيها القانون هو السائد. انا مش هسمح ان اي واحد على حسب الهوى الذكوري الابوي العجيب اللي شايف الست حريم عدد في الليمون، البنت اول ما تبدا انها تبان لها ملامح الانوثه يلا يلا عار. مفيش كلام ده كلام افلام.